والبضاعة الظاهرة تدفق الريح من السماء
إنه يوم ينطق في النفوس رواء السرور، وينفخ في القلوب عبد الصفاء والشكور. بعد موسم عظيم من مواسم العبادة تجلت فيه منة الله وبركاته، بعد أن ارتبت الأرواح من معين العبادة إن يوم العيد معشر المؤمنين والمؤمنات الإسلام مع اتصال ساعات يشبه لحظات السرور في الزمن المهتد، سريعة ساعات انقضائها طويلة آثار بقائها. يعلم في القلوب من مشاهد ظهورها ومظاهر سرورها عذوب الطيب لصاحبه حينا حتى يعاملها حتى يعاودها الشوق للعيد الذي يعقبه حنينا، فتتشوق اليه تشوق الضاء الى الظل الفيلان وقت الهجير، وتتحرق اليه تحرق الظالم الى الهب النمير. ان هذا الدين العظيم دين التوحيد والشريعه والعبودية الخالصة لله كما أنه دين الحياة ودين الدنيا ودين العمار ودين البناء ودين الأخلاق والقيم، فهو دين متوازن متكامل البناء يتجلى ذلك الكمال في معالم الجمال المنطبع في المناهي الحياة جميعها، لأن شارعه تعالى جمال الظاهر وجمال الباطن، فهو سبحانه جميل في ذاته وجميل في صفاته وجميل في افعاله، حتى فاض ذلك الجمال الرباني في كونه وخلقه وفي تشريعه واحكامه. ليست ديانه الاسلام كالرهبانيه الخرساء التي تنضم خلف اسنان الطقوس العباديه وحدها، ولا المادية الجوفاء الذي تبرع وراء سواد المظاهر البارية فحسب، ولكنها دين الحياة المتدفقة التي تضج بصمت في عروق الوجود وتهدر هدي الصيد في التهاني والنجود، ويتزين بها الكون جمالا وجلالا وبناء ونقاء وأخلاقا وقيما. إنه دين جامع بين جمال الظاهر والباطن وبهاء التنام وصفاء القلوب وغطاء المحيا البسام وتدفق البشر في جنبات الحياة، فهو كالنهر الأدب يرتوي منه المسلم لينطلق في هذا الكون الفسيح محققا مراد الله محققا مراد الله في حق هذا الإنسان الذي يكون جل شأنه هو إنشاءكم من الأرض واستقرار فيها. عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو يمايا أبدعهما فيهما الجاهلية، فقال إن الله قد أبداكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. يشرع العيد في الإسلام بعد أداء عبادتين عظيمتين وانقضاء موسمين جميلين من مواسم العبادات الكبرى، ليجمع الشارع الحكيم سبحانه بين ثنائية التهذيب الروحي والإرواح الإيماني وبين الاستمتاع بمباهي الحياة الطاهرة للنفس الإنسانية في ازدواجية بديعة تجلي كمال ذلك التشريع الرباني الذي يريد منه الشارع السمو بالنفس الإنسانية والارتقاء بها من مجرد المظاهر المادية أو العبادية إلى يفاعل من التكامل الإنساني تسابقا مع متطلبات هذا المخلوق الإنساني البديع في تكوينه الظاهر والباطن. بارك الله لي ولكم في هذا الدين وأفاض عليكم من روائع نعمة المزيد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله أكبر.
Thank you.